صباح الخير السيد الوزير، السيد من عمل الجالية اليهودية المغربية، السيدات والسادة. بالحقيقة أمام ما عشناه في هذه الصبيحة من نشيد وطني ودعوات الحاخامات لا يمكن بعد هذا أن أتناول الموضوع من الناحية الفكرية الفلسفية التاريخية المحضة، وإنما لابد من مزج كل هذا بمشاعر وعواطف تليق بمقام اللقاء الذي يمكن أن يعد بالفرنسية يعني دي غوتروفاي مي أودولا دي غوتروفاي، لقاء جمع ما كان متفرقا، جمع أعضاء لجاليات يهودية عبر العالم. ما كنا يعني نتخيل قبل هذا اليوم بإمكانية جمعكم هنا. بالأمس قلت أنني جد مسرور بعدد الاستجابات من طرف أعضاء الجالية اليهودية عبر العالم للحضور إلى هذا اللقاء، ولكن كنت أكثر سرورا بعدد الطلبات التي توصل بها المجلس يعني من أجل الحضور في هذا اللقاء، طلبات تعبر عن مدى ارتباط ومدى حب المغرب في قلوب اليهود قاطبة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب. هذا اللقاء الذي وضع تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيضا، يعد محطة من المحطات الكثيرة التي شاهدناها أمس عبر المعارض الموجودة في هذه القاعة التي أولاها مختلف السلاطين منذ عهود قديمة للجاليات اليهودية بالمغرب. آخر رسالة لصاحب الجلالة كانت إلى مؤتمر فاس منذ أسابيع، والتي أكد فيها أن اليهود المغاربة مواطنون كامل المواطنة طبقا بطبيعة الأحوال لإحكام دستور 2011 الذي يعد العبرانية واليهودية من روافد الشخصية المغربية وأحد مكوناتها. ولهذا كلما سمحت لي الفرصة أن أتحدث عن اليهود المغاربة فإنني أسمح لنفسي بأن أتحدث عن مرحلة بعد التعايش التي ربما ينادي بها الناس عبر العالم اليوم، العالم الذي أصبحنا نعيش فيه مليء بالتوجسات بالمخاوف وبالتشنجات الهوياتية وبالحروب وبالإرهاب وبالكراهية في بعض الأحيان والتطرف والراديكالية. أقصى ما يتمناه الإنسان أن يصل إلى أن يضمن عيشا مشتركا مع الآخر. فأنا دائما أقول أن المسلمون واليهود في المغرب قد تجاوزوا هذه المرحلة، مرحلة العيش المشترك بكثير، ويمكن هنا أن نتحدث عن الخصوصية المغربية، أن نتحدث عن إبداع مغربي مجتمعي توافقي. أننا اليهود والمغارب والمسلمون في المغرب كما رأينا في فيلم بالأمس عاشوا في وئام وانسجام وتماه إلى آخر الحدود مع بعضهم البعض، لدرجة أننا
لم نكن نستطع أن نفرق بين اليهودي والمسلم. كان اليهود والمسلمون يعيشون إلى جوار بعضهم ممتزجين ومختلطين في الصناعات، في الحرف المختلفة، في التجارة، في الفنون، الموسيقى التي رأيناها أمس، في فن الطبخ، في اللباس. لا يمكن أن نفرق بينهم، يشكلون كتلة واحدة ويعطون صورة واحدة. الاختلاف إن صح التعبير أو الخلاف كان في طريقة التعبدية لكل واحد منهم. ولهذا فإن الملاح الذي نعرفه جميعا وتحدث عنه بالأمس الفيلم بالنسبة لنا لا يعني أن اليهود كانوا يعيشون على هوامش المدن، بقدر ما أن المغرب قد أبدع طريقة لتدبير مجال الحضاري داخل مدنه. كانت الحياة اليومية مشتركة، الحياة اليومية كان اليهود والمسلمون يعيشون فيها يعني في تمازج تام، ولكن العبادات الليلية التي ربما تتطلب الخلوة وبعض الراحة والحرية المطلقة كل واحد كان يعيشها في حيه بدون أن يزعج الآخرين، فهذا نوع من التدبير المجالي للمدينة، وليس كما نعيشه اليوم ربما في المدن الكبرى خاصة في أوروبا لها أحياء هامشية تدفع إليها بعض معتنق الديانات الأخرى. نحن في المغرب كان هناك تدبير مجالي عقلاني يتيح لكل واحد مسلم كان أو يهودي أن يعيش يعني كما يريد، يعني كل طقوسه الدينية بدون أن يشكل أي حمل على الآخر، ولكن في الحياة كانت هناك مشاركة تمازج. كلكم ربما يعرف أحسن مني أن الموسيقى يعني التراثية المغربية الأندلسية أو الغرناطية التي شاهدناها أمس أو المقامات الأندلسية بصفة عامة على 11 مقاما، 10 مقامات مشتركة بين اليهود والمسلمين، 10 يعني 10 على 11 مشتركة، بمعنى أن الحياة برمتها كانت تشاركية، كان فيها امتزاج، كان فيها يعني تواصل، كانت فيها انسيابية كبيرة. فربما ما نتمناه عبر التفكير والتفاكر من خلال هذا اللقاء عبر المدارسة وعبر الصراحة، إن في ورقتنا التقديمية قلنا لابد أن نتحدث مع بعضنا البعض بصراحة مطلقة من أجل تجاوز ربما ما يمكن أن يشكل بعض سوء الفهم، لأن لا يمكن أن نتجاوز سوء الفهم وإنما أن نطرحه للنقاش وأن نعطي رأينا بكل وضوح من أجل أن نستطيع أن نصل إلى رسم أو وضع تصور لمخيال اجتماعي جديد للمستقبل. نعم المخيال الاجتماعي التاريخي مهم جدا وضروري، ولكن يجب أن نتجاوزه لأن نضع مخيال جديد لأن ندخل به في المستقبل ليضمن لنا يعني الاستمرار في التعايش، في الاحترام، في التقدير، وفي بناء المجتمع الذي ننشده جميعا، مجتمع يعني الحقوق والحريات، مجتمع احترام الآخر، مجتمع متطور، مجتمع منسجم، مجتمع يعني يعطي بلا حدود. ربما انخراطي في هذا النشاط إضافة إلى كوني مسؤولا في مجلس الجالية والذي من مهامه الاهتمام بالجاليات المغربية عبر العالم وضمنها الجاليات اليهودية، وللتذكير فإن المجلس يتوفر على 3 أعضاء من الجالية اليهودية ممثل عن كندا وبلجيكا وفرنسا، يرجع إليهم الفضل في
إقامة هذا اللقاء، وخاصة ممثل كندا دانيال عمار الذي اشتغل يعني منذ 6 أشهر على تحضير هذا اللقاء، فأنا لهم من الشاكرين. وهذا الحدث يدل على أن التمثيلية اليهودية في مجلس الجالية المغربية كانت في مستوى طموحات اليهود، لأن ليس هذا أول لقاء، وإنما كانت هناك لقاءات متعددة لم نتمكن من دعوة الجميع لحضورها، كانت دائما تصب في ضرورة الاهتمام بالمكون اليهودي والمحافظة عليه، وخاصة تمريره أو محاولة يعني جعل المجتمع يهتم به ويحتضنه. أعتقد عبر هذا اللقاء، سنصل إلى أن مسلم الذي هو أنا يعني ممكن أن أحتضن الموروث اليهودي والذي أعتبره حقا وحقيقة جزء مني. لا يمكن لمسلم في المغرب أن يتحدث بدون أن يستحضر هذا الموروث اليهودي، لأنه جزء من شخصيتنا وجزء من هويتنا وجزء من ذاتنا. فنحن مسلمون ويهود، فينا أمازيغ وعرب، ولكن أيضا معنا كل المؤثرات التي مرت على المغرب، فهي حاضرة في شخصيتنا. ولهذا هذا المغرب سيبقى مغرب متعدد متنوع يحتفي بجميع مكوناته، ولكن في إطار من الوحدة التي تجمع الجميع فيما سميناه بمغربة متقاسمة. يجب على كل مكون أن يتقاسم مع الآخر ما يحمله وما يمكن أن يقدمه في بناء هذا المجتمع المتنوع المتعدد الواحد. سبق لي وأنا في فرنسا أن كنت على تواصل دائم مع الجاليات اليهودية في مدينة ستراسبورغ، استطعت أن أربط من خلال ما كنت أحمله من موروث مغربي، لم أجد أي صعوبة في بناء صلة قوية مع يهود مدينة ستراسبورغ. بالعكس، منذ الوهلة الأولى أولا كان هناك نوع من الاحتضان ونوع من التوجيه ونوع من الترشيد لما كنا نقوم به كمسلمين من طرف اليهود. كانت نصائحهم جد غالية، وكان توجيههم أيضا جد مثمر، باعتبارهم كانت لهم تجربة كبيرة جدا في العيش في تلك الأراضي، وخبروها وخبروا مجتمعها، واستطاعوا أن يكونوا خبرة يعني مهمة من أجل يعني الاندماج والتجدر والحفاظ على الهوية. وقد استطعت من خلال هذه الصلات أن أستفيد منهم، وفعلا ربما يعني من هذا المنبر أشكر يهود مدينة ستراسبورغ على المساعدة التي كانوا يقدمونها للمسلمين، مساعدة معنوية ولكن أيضا مساعدة مادية، باعتبار أن الحاخام الأكبر لمنطقة الرين كان أول من رفع صوته عاليا لمطالبة بحق المسلمين في بناء مسجد كبير بمدينة ستراسبورغ. مما أذكره أنه كانت تجمعني لقاءات مع الحاخام الكبير أو الأكبر حتى في بيته، وكنا نتناقش، وآخر استجواب مشترك قمنا به في سنة 2001 في مجلة لبوان الفرنسية في بيته وزوجته تعد لنا الشاي، فتحدثنا عن كل المواضيع ومنها المواضيع الشائكة كموضوع الشرق الأوسط الذي كنا ربما ليست لدينا نفس المواقف فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن لم يكن أبدا سببا للتنافر ولا للتنابز ولا للإسقاط. كنا نعيش حياتنا نحافظ عليها على هدوئنا، ربما في أمل
أن نساهم نحن من موقعنا الصغير، من موقعنا الصغير أن نساهم بقدر معين ربما في بناء هذا السلم الذي ننشده جميعا. أعتقد أن يهود المغرب سيكون لهم دور بما يحملونه من موروث ثقافي ومن يعني عيش طويل مع المسلمين، أن يساهموا في بناء هذا السلم الذي نسعى من ورائه جميعا. نحن نعيش في عصر العولمة، عصر التناقضات، عصر ربما يصعب على مكون واحد أن يشق طريقه بأمن وسلام، عصر كما قلت التناقضات بين الحرب والسلم، بين الثراء والفقر، بين الأمل وانعدامه تماما. فلا يمكن أن نخرج من يعني هذه المتاهة التي دخل فيها العالم إلا بالتوحد بين مختلف الطوائف ومختلف الأديان والثقافات والمذاهب. كل يحتفظ بخصوصياته، ولكن يجب أن يكون المصب واحدا. هذه في مدينة ستراسبورغ كان يجمعنا حوار صريح، حوار صريح جعل الحاخامة يستدعى أو يدعى إلى صلاة عيد المسلمين أمام 15,000 من المسلمين بمدينة ستراسبورغ، وفي يوم عيدهم ويخطب فيهم ويصفق له بحرارة. كان المسلمون يصفقون للحاخام بكل حرارة، ويوم تدشين المسجد الكبير كان من أخذ الكلمة باسم الأديان هو الحاخام الأكبر لمنطقة الرين داخل المسجد، تحدث باسم الأديان الأخرى. إذن الصراحة والوضوح والشفافية في النقاش توصلنا حتما إلى يعني أن نصل إلى درجة بناء مشترك رصين متين على أسس لا يمكن أن تهتز بأي رياح مهما كانت قوتها ومهما كانت عاتية. يهود المغرب ساهموا إلى جانب المغاربة في بناء هذا الوطن منذ الأزل. يمكن نتحدث عن 2000 سنة من التاريخ اليهودي بالمغرب، ولكن المراحل المتأخرة أيضا خير شاهد على مدى ساهموا، على مدى مساهمة اليهود في الحفاظ على هذا الوطن وفي بنائه وفي يعني حفظ الود لجميع مكونات. ربما ما أذكره والمؤرخون يعني حاضرون معنا أن حتى من قام إلى جانب المسلمين طبعا ضد الظهير البربري، اليهود قاموا ضد الظهير البربري، والوثيقة موجودة في المتحف اليهودي بمدينة الدار البيضاء. اليهود كانوا دائما عبر التاريخ، والمجلس ربما نشر كتاب حول المغاربة مهاجرون ورحالة، وقد ساهم في كتابة بعض فقراته مجموعة من الأساتذة الحاضرين معنا فيما يتعلق باليهود الذي كانوا دائما صلة وصل للمغرب مع العالم. ما يسمى بتجار السلطان مثلا كانوا هم من ينوبوا على المملكة الشريفة في الحفاظ على مصالحها خارج حدودها، أو في الاتجار باسمها خارج الحدود، أو في بعض الأوضاع يعني العصيبة كان اليهود دائما هم الجسر، جسر المغرب مع العالم. إذن نستحضر هذا التاريخ لأن نقول اليوم أنكم أنتم يهود العالم، نعول عليكم المغرب لأن تكون جسرا مع العالم، لأن تمثلوا المغرب، لأن لنا كل الثقة لنا كنا الثقة في قدراتكم وفي مؤهلاتكم، وخاصة في حبكم لوطنكم. هذا الحب هو الضامن الأساسي لحسن هذه التمثيلية وما يمكن أن تقوموا به لصالح
بلدكم. بطبيعة الحال لست هنا في مقام الحديث باسم الدولة المغربية، ولكن ما نعيشه وما نلاحظه من خلال السياسات المرسومة من طرف صاحب الجلالة تؤكد أن المغرب الدولة الآن الوحيدة في العالم العربي والعالم الإسلامي التي تجعل من اليهود مواطنين، يعني كامل المواطنة، وليس بمن، وإنما هذا حق وواجب. ما نسعى إليه من خلال المجلس، نسعى إلى أن تكون السياسات العمومية في المغرب برمتها، السياسات الدينية والسياسات الثقافية والسياسات الأكاديمية ومختلف السياسات، أن تأخذ العنصر اليهودي المغربي المتواجد في الخارج. بعض من اليهود دائما كان يحدثني عن بعض التيارات أيضا التي تجري في الشباب من اليهود، خاصة ونحن نعرف أن هناك مكونين كبيرين، السفرديم والأشكناز. نعرف ربما بعض المجهودات المبذولة من طرف الأشكناز لاستقطاب شباب من يهود السفرديم. نحن في المغرب يجب أن تكون سياسة دينية، سياسة عمومية دينية تحافظ على ثوابت التدين اليهودي المغربي، كما نحافظ على ثوابت التدين الإسلامي المغربي، وأن نستطيع أن نوصله إلى شباب اليهود. وأعتقد هذا هو القصد، أحد الأهداف من هذا اللقاء، هذا الموروث الثقافي، هذه الذاكرة التي نحافظ عليها، كيف يمكن، وهذا تحدي كبير، أن نوصلها إلى شبابنا، إلى شبابنا من اليهود، ولكن أيضا إلى شبابنا من المسلمين. ربما في هذه القاعة أنا كمسؤول، والسيد سيرج بيرديغو، أنا مسلم وهو يهودي، ليس هناك إشكال بيننا، يعني صداقة متينة وأخوة صحيحة، ولكن هل هذا هو وضع كل المجتمع؟ بالتأكيد لا، ليس هو وضع المجتمع. لابد علينا من أن نشتغل لأن نصل بمجتمعنا إلى هذا المستوى من العلاقة، وهذا العمل يجب أن يكون في كيفية الحفاظ على هذه الذاكرة، ولكن تقديمها إلى الأجيال الصاعدة هنا وفي كل مكان يتواجد فيه اليهود. إذن لابد من السياسات العمومية المغربية أن تأخذ على عاتقها هذا الأمر. ونحن في المجلس باعتبارنا مجلس استشاري، مهمتنا تقييم السياسات العمومية وإبداء الآراء من أجل تحسين السياسات العمومية وجعلها تستجيب لانتظارات الجاليات المغربية. أحد العناصر الأساسية التي نشتغل عليها هي المحافظة على الموروث الثقافي المغربي وتقديمه لشبابنا اليهودي عبر المغرب حتى يستطيع أن يقتدوا به. إذن أعود وأؤكد أن هذا اللقاء الذي وضعناه تحت شعار الصراحة والشفافية في النقاش، والذي قلنا أن المغرب لن نكتفي به أن يكون متحفاً لذاكرتنا الجماعية، وإنما قلنا أن يكون خزاناً لطموحاتنا المستقبلية، أن يكون خزاناً لطموحاتنا، أن نبني المستقبل بنفس الميكانيزمات التي عشناها في ماضينا. أتمنى لكم مقاماً طيباً ومقاماً سعيداً في بلدكم، وأكرر وأعبر عن فرح الشديد وسروري الكبير بهذه الوجوه الرجالية والنسائية، يعني التي حضرت إلى هذا اللقاء. أجدد لكم شكري على تحملكم مشاق السفر، وأجدد شكري للسيد سيرج بيرديغو الذي ساهم بقصد كبير في إنجاح هذا اللقاء إلى جانبنا، لم يتردد في الاستجابة كلما استعصى علينا أمر أو استشكل علينا أمر نتوجه إليه، ووجدناه دائما حاضرا، فأشكره باسم المجلس ولكن باسمكم جميعا على ما قدمه من أجل عقد هذا اللقاء، وكذلك وزارة الثقافة أيضا في شخص السيد الوزير الذي كلما توجهنا إليه نجده حاضرا إلى جانبنا، فشكرا لهم. ونؤكد أن المجلس أيضا سيكون إلى جانبهم في كل تظاهرة وفي كل مشروع يهدف إلى الحفاظ على موروثنا المغربي المتعدد المتنوع بمختلف مكوناته، والحرص على أن يستمر في الزمن من أجل
بناء مجتمع يعني يكون فيه السلم والأمن والأمان، وخاصة للأجيال الصاعدة. وشكرا لكم.